انه حتى الخروج بنتيجة 0-1 في الشوط الاول لا بأس بها، ممكن ان تعيد بعد ذلك في شوط المباراة الثاني مع الهجمات المعاكسة، مع بعض الخيارات اللي يمكن ان نشاهدها في بندكة البدلاء بالنسبة لعناصر البارع في صناعة الاهداف. كرة ولا أجمل ولا أروع، جميلة ضربة راسية في زاوية صعبة يا كامبانيا، صعبة يا كامبانيا، العمل رائع في الأسيست من القائد، من الخبرة، من الزعيم، من نجم المهاجمين وهو كريستيانو، وبعد ذلك النهاية بضربة راسية ساحرة جميلة من أوتافيو. يتجدد تفوق النصر في هذه المباراة هدفان اثنان إلى ثالثة لهما. هكذا إذا أراد النصر، لم يتمكن من التسجيل سوى مرتين. أولا كريستيانو في الدقيقة 31 من تمريرة للسنغالي ماني، ثم كريستيانو أيضا يصنع الهدف الثاني هذه المرة لصالح أوتافيو برأسية يسكن الكرة في الشباك. هدفان مقابل لا شيء إذن لصالح النصر الذي سيطر على أجواء هذه المباراة، صنع فرص كثيرة. سنختصر كثيرا، معنا دقيقتين فقط. كابتن تفضل. هدف الأول تكلم شوط من جانب واحد، نعم، جانب النصراوي. أعتقد لولا تألق كامبانيا كانت النتيجة أكثر. أعتقد الفريق الرياض 10 تحت الكرة، تكتل دفاعي، كان الحل دائما لابد من تسريع لعب في عمق الدفاع في عمق الملعب او عن طريق الاطراف. اعتقد انه كان الحل من عن طريق الاطراف، الكرات العرضيه والزياده العدديه اللي عملها بروزوفيتش في الجول الثاني، او حتى تاليسكا في دخوله للعمق مع كريستيانو رونالدو. لذلك انا اعتقد انه تقدم منطقي نتيجه التفوق والزياده العدديه في خط 18. بالفعل ماذا يقولون في مصر؟ بسنة القدم سجل بجزمة من تحت كده، ولا حلو، احساس بالمكان عالي جدا. كريستيانو كل ماتش بيلعب كانه اول ماتش في حياته، جايب جون وعامل جون، ودايما تشوف مع الحكم الكره اللي جت في ايد المدافع متحمس ازاي، شادد فرقته كلها، مثال قائد كبير جدا. يعني بصراحه رده فعل قويه جدا من النصر النهارده، ان والجمهور كمان بحقيقي النهارده ماتش مهم جدا للجمهور يكون حاضر النهارده، الاستاد كله مليان، على الرغم من ماتش مثلا مش باهميه الهلال، لكن فرقه خسرانه في الديربي والجمهور كله موجود في ظهر فرقته. دي مهمه جدا ان اللعيبه تحس ان انت بس ما تجيليش وانا مبسوط وانا بكسب، لا تجيلي كمان وانا خسران. نعم. واللعيبه كانت عند حسن الظن النهارده، كلهم بيلعبوا بشكل كويس. كنت بتكلم على ماني النهارده الشوط الاول، ماني كويس معدي بيعدي بيعمل كروس بيشوط. هو سمعك؟ سمعني ده كويس. اس اس سي وهي جوه اوضه اللبس هنا. شكرا للكباتن، هذا ما سمح به الوقت. اذا الاثاره من دون شك ستكون كبيره في الشوط الثاني، خصوصا ان في شوط المباراه كان الاول كان في سيطره نصراويه مطلقه بكل الارقام. بالتأكيد الرياض لعب مباراة رونالدو عداد ساديو Thank you.
قبل أي مرة في المستوى.